الله يمسيكم بالخير جميعا. الكلمة اليوم عنوانها زيرو بلس، أو الصفر الزائد، أو الصفر الإضافي في حياة كل إنسان. ما في صفر بلا قيمة، كل الأصفار لها قيمة، والعرب معروفين بالصفر. الصفر اللي يعيدك لتقف من جديد صفر ذو قيمة، الصفر اللي يمنحك تجربة جديدة صفر ذو قيمة. لذلك خلونا نتكلم عن ثلاث أصفار خاصة بحياتي. الصفر الأول من الولادة إلى الشارع، أو من الولادة إلى شارع الصفر، سميته بهذا الاسم. ليش؟ كنت شاب صغير آمن مطمئن، أسكن مع عائلة، عددنا كبير في البيت، كل الظروف لأسرة متوسطة كانت متوفرة. وفي لحظة ما في عمر مبكر جدا، في عمر 14 سنة أو 15 سنة، اضطريت أن أغادر الأسرة. هذا بالنسبة لي هو الصفر، الخروج من دائرة الأمان والاطمئنان وحضن الأم والأب والأخوان، ومضطر أرجع للصفر، الصفر اللي هو لا شيء، أن أجمع بين العلم والعمل. ولكن إيش اللي ممكن يشتغله شاب عمره 14 أو 15 سنة؟ فلكم أن تتخيلوا أني اشتغلت تقريبا أشياء كثيرة جدا. اشتغلت حداد، حلاق، سواق تريلات، مخلص جمركي، سوق الخضار، في سوق اللحم، هذه الأعمال اليوم أستمتع أن أذكرها رغم مشقتها وتعبها لشاب في مقتبل العمر محروم من حنان الأسرة. لذلك هذا الصفر كان ألمه في الخوف، في الأخطاء الكثير، في مواجهة الظروف كلها جديدة على حياتي كطفل صغير. ولكن وجود والدتي معي ونصحها الدائم وتوجيهها وشحذ همتي بالعمل والدراسة والصبر هو اللي خلاني أتجاوز هذه المرحلة الصعبة. لذلك خرجت من هذا الصفر بدرس عظيم، صفر تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، وأصبحت شاب صغير صحيح، ولكن بقدرات وإمكانيات وتجارب أكبر من عمري، لأني صاحبت ناس أكبر مني في العمر، لأني جربت وظائف كثير، لأني اشتغلت، لأني انطحنت، قسى علي فلان، اضطهدني فلان، ظلمني فلان، بس كان دائما في شيء جميل. كنت أرجع للبيت كانت والدتي تخليني أشوف كل شيء من زاوية أخرى. إذا شكيت لها من ظلم أحد تقول لي معليش هدي نفسك، تقدر تنسى وتفتح صفحة جديدة وتبدأ من جديد. إذا قلت لها اليوم ما معي فلوس تقول لي معليش احنا مستورين. إذا قلت لها أنا تعبت تقول لي معليش، الرجال الأبطال يصمدوا، والنتائج اللي حتوصل لها أكبر مما تتخيل، فلازم تصبر. الصفر الثاني اللي حاب أتكلم عنه بعد ما تدرجت في هذه الأعمال، قدر لي أن أدخل عالم الصحافة. دخلت عالم الصحافة كخطاط، ثم أصبحت مركب صفحات لصحيفة المسلمون الدولية. عرف عني في ذلك الوقت أني أسرع من يتعلم، تعلمت بسرعة، وفي ظرف سنتين أصبحت مخرج صحيفة المسلمون الدولية. ووقتها كنت أيضا طالب في الثانوية العامة، وبدأت أصنع لنفسي اسم كمصمم صحف. وين الصفر اللي أنا سميته من الأمان الوظيفي إلى شاطئ الصفر؟ الأمان الوظيفي كان جريدة المسلمون. شاطئ الصفر إنه أغلقت جريدة المسلمون وأصبح فريق العمل كله بلا عمل. الشركة عرضت علينا نحن نبحث مع الصحف الأخرى الشقيقة مين اللي عنده استعداد إنه يستوعبكم. ما كان في أحد عنده ميزانية يستوعبنا. فكنت بين قرارين، أرجع لسوق الخضار والتخليص الجمركي
ولا أبحث وأكمل طريقي للأمام. أعترف أمامكم جميعا مثل كل الناس أنهرت مرات كثيرة. أنهرت ليش؟ لأنه عندي أم وأخوان ومسؤولية ومصاريف. فكنت كل ما أروح للوالدة تقول لي خلينا نروح نجلس على البحر ونتكلم. فأقول لها تعبت، صار لي 4 شهور. أرجع بعد فترة أقول لها صار لي 5 شهور 6 شهور. والله يا أخوان كانت دائما تقول لي إجابة عظيمة جدا وبثقة مفرطة أنا أستغرب إنها تقولها أصلا فيها. بالطريقة الحجازية تقول لي ها بكرة تشوف، حجيك الوظيفة وأحسن اللي كنت فيها. بعد 9 أشهر من شخص عاطل عن العمل وواقف على باب العضو المنتدب للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق الأستاذ محمد معروف الشيباني، فقلت له أنا لي 9 شهور على باب مكتبك وفي وظيفتين متاحة في الشركة، موظف أمن ومركب صفحات في جريدة هندية اسمها أوردو نيوز، أنا موافق أشتغل الشغلتين وبنفس الراتب. فمسك ورقة وكتب إيش تتوقعه؟ أنا كنت أبغى أكون سيكوريتي. كتب يعين في صحيفة الشرق الأوسط في لندن، وأنا وقتها ما عندي جواز سفر. خرجت وأنا في غاية السعادة، كنت طوال الطريق أبكي، أبغى أروح للوالدة أبغى أبشرها. والله أول ما واجهت والدتي وهي موجودة تشهد انصدمت وتذكرت إن أنا كيف حروح لبريطانيا وأترك أخواني الصغار. فكان بالنسبة لي أني أنا لابد ألغي الفكرة هذه تماما وأبقى في البلد. فقالت لي والله لا تروح وتكمل مسيرتك وها بكرة تشوف إيش تصير. رحت على لندن ولا حكيكم قصة واحد لا يعرف إنجليزي ولا يعرف شيء في بريطانيا وأول تجربة في حياته يسافر لوحده، ولكن كان لزام علي أن تستمر والدتي وأخواني يصرفوا ويعيشوا. فكان راتبي يحول تقريبا بالكامل باستثناء 150 باوند اللي كنت أعيش فيها، وأحول 1850 باوند إلى والدتي وأخواني يعيشوا حياة كريمة مثل ما وعدتهم سواء كنت موجود أو غير موجود. تعلمت من هذا الصفر أن يكون عندي قدرة على الصمود، أن يكون عندي إصرار للتقدم للأمام، أن أواجه كل التحديات اللي ممكن يواجهها أي إنسان في عمري. والأهم من ذلك واللي كنت دائما أسمعه من والدتي أن أغفر لنفسي أخطائي، أن أتجاوز عن زلاتي، أن أعفو عن الناس، أن أغفر لهم حتى أستطيع أن أركز واستمر أتقدم ولا أنشغل إلا بالاستمرار للتقدم. مؤكد في ذلك العمر ما كان عندي هدف محدد، لأنه دائما يقول لك ضع هدف واركض خلف هدفك. عمري 20 سنة، الهدف أني أكل، الهدف أن أجد دوام، الهدف أني ألبس، الهدف أني أفرح مع الناس. ما كان عندي أكثر من هذا الهدف. لذلك كان هذا بالنسبة لي الصفر الثاني والدرس الثاني في مسيرة حياتي. الصفر الثالث من بلاط صاحبة الجلالة إلى رصيف الصفر. بعد سنوات من النجاح في بريطانيا قمت بتطوير صحيفة الشرق الأوسط، مجلة سيدتي والجميلة والجديدة والرجل وهي، ودخلت في إدارة الإنتاج ونفذت مشاريع خاصة وبدأ يلمع اسمي وأنا لازلت شاب صغير في أضخم إمبراطورية صحفية ورقية في ذلك الزمان ويمكن إلى اليوم. عدت للسعودية حتى أسس إدارة بطلب من الأمير أحمد بن سلمان الله يرحمه اللي كان رئيس مجلس الإدارة، إدارة الإبداع الإعلاني وتطوير المطبوعات،
وكنت موظف وحيد في هذه الإدارة، وفرت على شركتي بحدود 38 مليون، حققت مع هذه الإدارة الصغيرة اللي ما فيها إلا موظف واحد مشاريع ضخمة جدا مع STC، مع زين، مع موبايلي، مع شركات ضخمة. حققت لنفسي سمعة واسم في ظرف زمني قصير الحمد لله رب العالمين. ولكن بعد هذه النجاحات تم استقطابي لتأسيس صحيفة شمس. في ذلك التاريخ في 2004 أصبحت المدير التنفيذي لصحيفة شمس والمؤسس لها، وأسست أول صحيفة تابلويد على مستوى السعودية وعمر صغير جدا، وكنت مدير تنفيذي، وكنت سعيد جدا بالنجاحات اللي حققتها والنجاحات اللي جالس أحققها في صحيفة شمس. وفي لحظة استقلت فعدت إلى الصفر من جديد. اكتشفت في ظرف قياسي جدا أنه المبلغ اللي كنت مدخره البسيط انتهى. اكتشفت أيضا أنه الأصدقاء اللي كانوا مقربين جدا بحكم المنصب اختفوا. اكتشفت أن عندي سيارة ممتازة واقفة عند باب البيت بعد 6 شهور من شخص مدير تنفيذي، بعد 6 شهور عاطل، سيارتي بي ام واقف عند الباب ما فيها بنزين لكنه مستور وما يدري عني أحد. هذه التجربة علمتني الدرس الأقصى في حياتي، نوع ثالث مختلف عن الصمود وعن تحمل المسؤولية، معرفة الناس والرجال، معرفة المناصب، ماذا تمنحك وكم يسوى وزنك وقيمتك، ولما تروح هذه المناصب كم يكون وزنك وقيمتك بعدها. فاستقلت وخرجت، وقصة طويلة ليش خرجت، ولكن قررت أن أستقيل وجلست تقريبا 7 شهور بلا عمل، وكانت قاسية جدا. أعظم درس خرجت فيه من هذه التجربة إنه في لحظة قالت لي زوجتي، قالت لي الله مشتاق لك. فقلت لها أنا كمان مشتاق لك. قالت لي لا، الله مشتاق لك، الجأ له، ما سوى فيك كذا إلا هو محتاجك، غالبا بعت فارجع. أتمنى أن عدت بين غمضة عين وانتباهتها تتصل علي مجموعة MBC يطلبوني لأجي لأسس إدارة الديجيتال في مجموعة MBC والإعلام الجديد في مكتب الرياض. والحمد لله توفقت وأنا رئيس اليوم على مستوى 4 دول في قطاع السوشيال ميديا. وببغى أختم بأهم 3 فوائد سريعة جدا. النصيحة الأولى، كن صادقا مع الناس ولا تكن فهلوي. ليش أقول فهلوي؟ لأنه خلال مسيرتي هذه كلها كنت في مرات كثير جدا فهلوي. أقول لكم على قصة. عام 2003 سويت شيء، أنا كنت سمين جدا، رحت سويت عملية 10 سنوات، كل من سألني كيف نحفت يا مفيد أقول لهم حركت هذه ووقفت هذا وصرت أمشي ونحفت 10 سنوات. بعد 10 سنوات نصحت واحد من أصحابي يسوي عملية وكشفت له عن السر حتى أقنعه، قلت له شوف أنا سويت، سوي. فراح سوى العملية، ولما نحف جاء زارنا في الاستراحة. أول ما دخل علينا وشافوه أنا شفته خفت، خفت أن الرجال هذا يكب العشاء ويقول أنه مفيد قال لي مفيد مسوي. فسألوه قالوا له كيف، إيش صار معك؟ قال سويت العملية. فأنا صرت خايف وانتظرت لما جاء وقت العشاء نطلع نغسل، قلت يا جمال أستر علي. قال ليه الناس إيش لهم عندك؟ ما أنت مضطر تكذب، قول الحقيقة عادي، ما حد وش عندك. فخرجت من الاستراحة وأنا في طريقي للبيت فكرت فيها، مين له شيء عندي؟ من حيحاسبني؟ أكذب ليش؟ فقلت سأخذ عهد على نفسي من اليوم لن أكذب ما حييت لو على رأس السيف. فنصيحة لكل إنسان، لا تكون فهلوي، خليك صادق مع الناس. الدرس الثاني اللي أخذته من مسيرتي في الحياة، تجاهل، تغافل، اصفح، اعفو، مو عشان الناس، عشان نفسك. لما تعفو
لما تعفو، لما تصفح، لما تغفر، لما تتغافل، لما تتجاهل، والله أنت أول المستفيدين. الدرس الأخير، نافس نفسك وانشغل بها ودع الخلق للخالق. أنا أذكر أني كرهت ناس وحبيت ناس مثل كل الناس، لكن سألت مرة نفسي عشان أغير عادة، أنا ليش أكره أحمد الشقيري؟ ما أعرف والله. واتصلت في أحمد الشقيري قبل يومين أتكلم معاه في هذا الموضوع، أكره الرجل هذا بلا سبب، وإذا شفته على الشاشة أبحث له عن الزلة وعن الخطأ. إذا ما لقيت شيء أقوله على الحلقة أقول أساساً هو مو متخصص إعلام زي، أنا ما عندي مبرر خليني أكره الرجل، ولكن كنت أكرهه بلا سبب، واكتشفت أن أنا منشغل فيه. والحقيقة هو لا يستحق هذا الكراهية، رجل عظيم قدم محتوى عظيم، كافح سنين طويلة، المفترض لما نشوف واحد زي أحمد ناجح سواء كان في مجالي ولا في مجال آخر المفترض أقول له شكرا، وفي داخلي أنشغل بنفسي وأتعلم كيف أسوي زي أحمد أو أحسن من أحمد أو بشكل آخر مختلف عن أحمد. ولكن إن طلبني أحمد مساعدة في مجال ينفعه والله سأقدم عليه وسأساعده، لأني نضجت بما في الكفاية أن أعرف أن أزرع الخير في كل مكان ستجنيه. الرسالة الأخيرة الأهم والأعظم، إياك أن تجعل والدتك غير فخورة فيك، إياك. أنا واقف أمامك اليوم وحختم كلمتي، قد ينظر لي البعض كشخص عظيم أو ملهم أو ناجح أو صاحب برنامج شهير، والله أنني لا أستحق هذه الشهرة بهذا النجاح الكبير، من تستحق أمي. أرجوكم اشكروها.